السلام عليكم. تسببت الاضطرابات الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة في قطع عديد الطرق والممرات بسبب التساقط الكثيف للثلوج. وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، فقد تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو، وتم تسجيل غلق الطريق بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأصنام بسبب تراكم الثلوج. وبتيزي وزو تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول بسبب الثلوج، كما تساقطت الثلوج بكميات معتبرة بكل من ولايتي سطيف وخنشلة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.